اهلا بيكم معايا مره تانية في كايرو دار، ونكمل اسئلتنا. والسؤال الاول معايا النهارده هو الاستهلاك. يعد انتشار النزعه الاستهلاكيه احد مشكلات العولمه. وضح. الحقيقه طبعا احنا قلنا لما العالم كله تحول الى مجتمع واحد، قريه صغيره، وبقينا كل حاجه عارفينها عن بعض وكاننا قاعدين في نفس المكان، من ضمن المشاكل اللي حصلت زيادة النزعة الاستهلاكية. يعني خدوا بالكم يا جماعة، أنا عاوز بس أقول لحضراتكم إنه الاستهلاك ده بيبقى عشان إشباع الحاجات الأساسية أو تحقيق الحاجات الكمالية، أو أصبح الاستهلاك هدف. يبقى كده الاستهلاك كام درجة؟ ثلاث درجات. إما يكون الاستهلاك لإشباع حاجة أساسية اللي هو الأكل والشرب والسكن والتعليم والماء والكهرباء، أو لتحقيق حاجات كماليه اللي هو اعلى من كده، ان انا مش بس باكل واشرب وامشي اروح مشوار الفلاني، لا ده انا بقى معايا عربيه ومعايا تكييف ومعايا موبايل. لا ده في اكتر من كده، انه الاستهلاك اصبح هدف. وده اللي حصل بقى، ان الاستهلاك زاد عن انه مجرد اشباع حاجه اساسيه او حتى كماليه، لدرجه انه اصبح الاستهلاك هدف. يعني حضرتك النهارده بتنزلي المول بتشتري منتجات خاصه بالبيت في اكل او شرب، لدرجه او تكنولوجي او الى اخره، حاجات اكتر من الحاجه الطبيعيه. انا معايا موبايل بشتري موبايل تاني، معايا اكل نوعيه معينه بجيب منه اتنين وتلاته باشكال مختلفه، مع ان ده كله زياده. فاصبح الحد يجي مننا ينزل يشتري للشراء في حد ذاته، مش لانه هيستفيد منه استفاده حقيقيه. ويمكن اللي وسع دايره الشراء لدرجه انه اصبح هدف مش اشباع حاجه او حتى تحقيق كماليات، هو ثلاث اسباب. فنون الدعايه، التقليد، ربط المكانه بالاستهلاك. فنون الدعايه يا جماعه، الدعايه اللي بقت تنزل عن طريق طبعا وسائل الاعلام المختلفه، القنوات الفضائيه المختلفه اللي بتنزل بشكل لطيف قوي يشد، وفيها فنون الاغراء والاشكال الجميله تخلي الواحد فينا يحب فعلا لازم يشتري. وكمان غير فنون الدعايه، التقليد. انت النهارده بتحبي تقلدي جارتك او تقلد صاحبك في لبس، في اكل، في شرب، في موبايل، في خروج. فالتقليد، وكلما اشبعت رغبه في منتج تجددت رغبه اخرى. بابا انا عاوزه الموبايل الفلاني. طب يا حبيبتي ما انا اشتريت لك الموبايل. لا انا عاوزه الموبايل ابو كاميرا. انا ما عنديش كاميرا. اشتري ابو كاميرا. بعد شهرين ثلاثة اربعة، بابا انا عاوزة موبايل لسه نازل رائع جدا بكاميرتين. بكاميرتين. الحقيقة كلما اشبعت رغبة تجددت رغبة اخرى لمجرد التقليد او فنون الدعاية. عندي عامل ثالث اسمه ربط المكانة بالاستهلاك. يعني ايه ربط المكانة بالاستهلاك؟ قال لك من يستهلك اكثر له مكانة اجتماعية اكبر. من يستهلك اكبر او اكثر له مكانة اجتماعية اكبر. انت النهاردة ما تجيب لي موبايل متواضع بسيط خالص بيقول الو، الناس ما تدكش البرستيج بتاعك. لكن النهاردة شاري موبايل بتكنولوجي عالي جدا، 12 ميجا بكسل، مش عارف شاشة عاملة ازاي، فظيع، الناس تقول ده حتة موبايل، ده مع حتة عربية. فهنا دايما احنا في مصر بالذات بنربط المكانة بالاستهلاك. فمن يستهلك اكثر له مكانة اكبر. كل دي حقيقة اسباب زودت مساحة الاستهلاك في المجتمع المصري او مجتمعات اخرى بسبب موضوع العولمة اللي نقل لي كل انواع المنتجات عن طريق القنوات الفضائية. تعال نشوف حاجة تانية من اسئلتنا. بتقول يعد تخلف العنصر البشري احد اسباب التخلف. قال طب ما انا قلت الكلام ده على فكرة. احنا قلنا انه اهم سبب يحدث تخلف الامة، يمكن اكتر من الموارد الطبيعية وفقر الموارد الطبيعية واكتر من الاستعمار، هو تخلف العنصر البشري. قال لي جملة حلوة قوي، قال لك ايه؟ البيئة المتخلفة ترتبط بانسان متخلف. يعني مفيش حاجة اسمها ارض متخلفة وبحر متخلف وهواء متخلف، لكن انسان هو اللي خلى البلد دي بلد متخلفة. أمية، عندك أمية، غياب وعي، زيادة نسل، قلة ادخار، مقاومة التغيير، كل ما نعمل لك تكنولوجي جديد أو أفكار جديدة، لا لا لا، اللي أعرفه أحسن من اللي ما أعرفوش. كل هذه أشياء تعمل على إحداث تخلف الأمة. لا ضيف على كده بقى إيه؟ نقص كوادر الفنية، الأيدي العاملة الماهرة مفيش، وبالتالي ده بينعكس بضعف الإنتاج وضعف الدخل القومي والفقر وانخفاض المتوسطات الدخول لدى الأفراد، وما والتبعية بقى الاقتصادية للدول الأجنبية تعمل فيك اللي هي عاوز كنوع من الاستعمار الاقتصادي وما إلى ذلك. اللي ده ما قلنا الرد على تخلف العنصر البشري تحديث
الإنسان بصفات معاكسة إيجابية زي التعليم والثقافة وما إلى وتحسين مستوى المعيشة وغيرها من أشياء إيجابية تؤدي إلى رفع إنتاجية الفرد. عندي سؤال مهم بيقول: للهجرة من الريف للمدينة أثرها السلبي على كلتيهما ناقل. طبعا هنا يا جماعة عاوزين الأثر السلبي على الريف مرة وعلى المدينة مرة. واحنا قلنا قبل كده ان مشكلة مصر الهجرة، بس الهجرة مش الخارجية، الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية في مصر اللي هو هجرة اهل الريف من الريف الى المدينة. كنا قلنا لحضراتكم قبل كده الريف بيعتبر عامل طارد، ما فيهوش خدمات، ما فيهوش ترفيه، ما فيهوش فرص عمل، على العكس المدينة. فبالتالي اصبحت المدينة بالعناصر دي عنصر جاذب. عاوز اقول لحضراتكم انه لما بيحصل الهجرة من الريف المدينة، يمكن ضربت مثال قبل كده، المجتمع القاهري بالليل 10 مليون، تاني يوم الصبح بقى 15 مليون. ليه؟ بسبب الهجرة. ناس دخلت بقى الارياف، دخلوا على المدينة، عاوز يشتغل، عاوز يبيع خضروات، عاوز يقدم ورق لابنه في الجامعة، عاوز يعمل اي ولق رسمي ايا كان شكله، مع كل حاجة موجودة في المدينة، اللي يوديه الريف. ومن هنا بدأ الأثر السلبي على الريف. يعني هتلاقي إن الريف عنده مشكلة خطيرة جدا مرة، والمدينة كمان طبعا. يعني نبدأ بالمدينة بالترتيب: نقص حد في الخدمات، المية والتعليم والكهرباء والسكن، كل ده مش كافي يا جماعة. أنا كنت بقضي 10 مليون، النهاردة جايلي 15 مليون، أقضي كل ده منين؟ ده غير بقى التسول والتلوث وسوء تكيف المهاجرين في مناطق الهجرة، إن هو مش لاقي مكان ينام فيه فبينام على الرصيف، وبالتالي انتشار تعاطي المخدرات وارتفاع معدلات الجريمه. بس كفايه والنبي كفايه. طب والريف؟ الريف كمان بيتبهدل يا جماعه. الريف اهم حاجه في الريف تتاثر فيه القيم، تبدل القيم الريفيه. الام اللي كانت بتكلم مع بنتها، الاب اللي كان بيقيس طول ابنه بطوله، النهارده ابني وبنتي سابوني ومشيوا عشان يروحوا يشتغلوا في المدينه. وبالتالي بقى كبير البنت او الولد يتصل باباه او مامته: عاملين ايه، اخباركم ايه؟ بس لكن مفيش التواصل، خلاص بقت في قيم المصلحه مش قيمه الانتماء والحب. الريف اتاثر لانه نقصت الرقعة الزراعيه في الريف، لان الناس هجرت الاراضي الزراعيه، قالك ما بتجيبش همها، وبالتالي ادى الى نقص الغذاء. يبقى تفكك الاسر الريفيه نتيجه تبدل وتبدل قيمها، نقص الرقعة الزراعية ونقص الغذاء، زيادة تخلف البيئة الريفية نتيجة حرمانها من سكانها المتعلمين، المدرسين والأطباء والأساتذة كل دول والمهندسين، كل دول راحوا المدينة فازدادت البيئة الريفية تخلفا على تخلف. عندي سؤال بيقول: هل الزيادة السكانية مشكلة في حد ذاتها؟ الحقيقة لا، يعني وإلا كانت الصين تعاني من هذه المشكلة. يا جماعة المشكلة في كثرة الحاجات وقلة الموارد المتاحة. زي ما ضربت مثال، لو أنا عندي عيش يأكل 10، طب اللي موجودين 100، يبقى هنا نقص الموارد المتاحة وزيادة الحاجات، وبالتالي هي دي المشكلة. بعض الدراسات طلعت شبيهة الزيادة السكانية بحصان جامح يصير بسرعة، وقلة الموارد الضعيفة برجل يسير ببطء يحاول اللحاق بالحصان. قالك العلاج عشان نعمل توازن بين الموارد والحاجات: اما ان نزيد من سرعة الرجل ليلحق بالحصان، يعني نزود الموارد المتاحة، يا اما نجبح جماح الحصان، يعني نقلل اعداد الزيادة السكانية. والله انا شايف ان احنا نقلل اعداد الزيادة السكانية ونزود الموارد في نفس ذات الوقت. يعني بمناسبة الزيادة السكانية، عاوز اقول ان زيادة معدلات او معدلات الزيادة السكانية هي مشكلة عالمية، يعني كل العالم عنده زيادة سكانية ولكن بدرجات متفاوتة. يعني مثلا قارة اوروبا واستراليا هنجد معدلات الزيادة عندها بتحصل بس بمعدلات بطيئة، سرعات بطيئة. لكن لما نروح على افريقيا ومعظم قارة اسيا، هنجد ان الزيادة السكانية هناك بمعدلات سريعة جدا جدا جدا. اذا معدلات الزيادة موجودة وهي مشكلة عالمية ولكن بمعدلات متفاوتة. عندي سؤال بيقول لحضراتكم: تقتصر التنشئة الاجتماعية على الاسرة؟ لا لا لا، مش موافق. انا عاوز اقول لكم ان التنشئة الاجتماعية هي نتاج للعديد من المؤسسات، الاسرة واحدة منهم. ما حدش فينا يقول ان احنا اتربينا عن طريق البيت بس، هو البيت بس اللي بيربي، اصحابك بيربوك، وسائل الاعلام بتربيك، والراجل على طول بيقول اهو. لا وافق، خد بالك، لا وافقين عليها نص درجه، ولو وافق عليها نص درجه طبعا ما ينفعش تقول وافق لا وافق. ف
فكل فرد عضو في عدة جامعات، وهو طفل في أسرة، تلميذ في مدرسة، عضو في نادي، موظف في هيئة حكومية، مشاهد للتلفزيون، قارئ للصحف، وعبر كل هذه المؤسسات اتعمال تاخد بعض السمات الاجتماعية من هنا ومن هنا ومن هنا. لذا بنقول ان التنشئة الاجتماعية هي نتاج لكل ده، التنشئة الاجتماعية هي محصلة لتأثير كل هذه المؤسسات مجتمعة، يعني انت اتربيت عن طريق كل دول. صحيح الأسرة رقم واحد، لكن ما يمنعش ان الباقي ده كله ربى معاه. وعايز اقول حاجة مهمة جدا في موضوع التنشئة والأسرة والحاجات دي، انه التنشئة الاجتماعية واكتساب التربية لا يتوقف عند مرحلة عمرية معينة، بل العكس، يتظل الانسان يتنشأ طوال مراحل عمر المتتابعة. ويمكن واحد يسألني طب انهي مؤسسة من دول اقوى من التانية، اقول لك لا، هذا يتوقف على طبيعة المرحلة العمرية. يعني لو انت طفل يبقى الأسرة هي الرقم واحد في التربية، كبرت شوية دخلت المدرسة يبقى المدرسة هي ليها التأثير أكتر من الأسرة، كبرت شوية بقيت مرحلة المراهقة يبقى جماعة الأصدقاء وهكذا. خلينا نبص على الانحراف تاني، أمر نسبي. والله أنا بشوف فعلا إنه نسبي. أولا كلمة نسبي يعني إيه؟ نسبي يعني متغير، يعني ما يعد انحرافا في مجتمع قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر. يعني الإباحية وشرب الخمر، الجنس وشرب الخمر في مجتمع أوروبا أمر عادي، لكن عندنا هنا في مصر والمجتمعات العربية والإسلامية يعتبر انحراف. فهو مسألة نسبية، ما يعد فضيلة في مجتمع قد يعد رذيلة في مجتمع آخر. الأخذ بالصقر في الصعيد شرف وبطولة، عندنا في المدينة انحراف. خدوا بالكم يا جماعة، ما توقفش لغاية هنا بس، كمل. كما أن الانحراف أمر نسبي في ضوء الموقف الذي يحدث فيه. مراتك لو بتسرقك حلال ولا حرام؟ حضرتك لو بخيل يبقى حلال. أما لا تاكل إزاي وتأكل عيالها إزاي حضرتك، ولا بتصرف عليها ولا على عيالها، يبقى حلال حلال حلال. ولكن لو بتسرق وانت مأكلها ومشربها، لا، هنا تبقى ايه بقى؟ مهتم بيها وكل حاجة، يبقى في الحالة دي حرام. انحراف أمر نسبي، بمعنى القتل على إطلاقه انحراف. ولكن عندما يكون القاتل جنديا يقتل عدوا للدفاع عن وطنه، هنا لا يعد انحراف وانما بطوله، حاجه ثانيه خالص. لذا الانحراف نسبي مره، ارجوكم ما تنسوش يا جماعه، ونسبي في ضوء الموقف. ما المقصود بكل من الانحراف والاختراف؟ برضو انا مش قادر ابعد عن فكره المصطلحات. الحقيقه انا بشوف كتير من طلبتنا بيبقاش مهتم قوي بالتعريف. لا، مهم جدا. ازاي؟ الانحراف هو الخروج عن المعايير التي ارتضاها المجتمع، ده هو ده الانحراف. كالقتل، المجتمع قال لك ما تقتلش ما تسرقش، وعندما تقتل وتدمن وتسرق فانت منحرف، خرجت عن المعايير التي ارتضاها المجتمع. طب الاغتراب، ما معنى الاغتراب؟ الحقيقه الاغتراب زي ما شايفين حضراتكم، قال سيمن عالم الماني، قال يا جماعه الاغتراب هو انفصال. الاغتراب ايه؟ انفصال عن البيئه الاجتماعيه التي يعيش فيها الفرد، انفصال عن البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد. يعني حضرتك تبقى قاعد بجسمك في وسط الناس، لكن مشاعرك وأفكارك لا تمت إليهم بصلة. يبقى بابا حصل له جات الضرايب حجزت عليه، وانت داخل في وسطهم شايف بابا حزين فاصل خالص، تقول لهم هو في يا جماعة حد معاه كارت شحن عاوز اشحن الموبايل؟ يا راجل حرام عليك. طيب خليني اروح للوقت. بيقول هدر الوقت جريمة لا يعاقب عليها القانون، اشرح ثلاثة من مظاهر هدر الوقت. الحقيقة أنا عندي أربعة مش ثلاثة، كمان ثلاثة تخلف ناخدها بالوان شوت أو اللقطة الواحدة، ثلاثة تخلف وواحدة سلوك عام للناس. يعني مثلا تخلف نظم الإدارة، دي من مظاهر هدر الوقت وضياعه. يعني الروتين وعدم وجود إشراف وعدم وجود تنظيم بيعطل مصالح الجماهير. الحاجة اللي بتتاخد في يوم ياخدوها هم في شهرين ثلاثة بسبب طابع الدمغة وبسبب ورق ملوش لازمة. برضو من مظاهر تخلف الدولة وهدر الوقت تخلف أساليب الإنتاج، استخدام آلات إنتاج قديمة تستغرق وقتا أطول في إنتاج السلعة. فالمنتج ده اللي أنا بصنعه في المصانع بتاعتي ذات التقنية التكنولوجية القديمة اللي بيطلع في شهر، أوروبا مصانع أوروبا تطلعه في ساعة. عندي كمان تخلف وسائل المواصلات والاتصالات، عدم وجود الاتصالات زي الأجهزة الحديث زي التلكس والفاكس يؤدي لضياع الوقت. السلوك العام للناس، الإهمال وعدم التخطيط، كل دي حاجات تؤدي إلى ضياع الوقت. بكده خدنا مع حضراتكم مظاهر هدر الوقت، وخدنا مجموعة من الأسئلة المتنوعة. ركزنا شوية على المصطلحات زي تعريف الاختراب وتعريف الانحراف وما إلى ذلك من أجزاء. لكن يا ترى الجزء الجاي فيه إيه؟ نشوف بعض في الجزء الجاي.